تعالوا بقى مع بعض نعمل الرز. الرز عبارة عن ايه؟ عبارة عن زبدة وجمبري وبصل وبابريكا وكاري وكركم وليمون معصفر ورز ابيض عادي. الوصفة دي ممكن تتعمل برز ابيض، ممكن تتعمل برز بسمتي زي ما انتوا حابين. انا بقى هنا هتبل بس الجمبري كده، احطه بس كده في الخل والثوم، واحط معاه بابريكا وكاري وكركم وثوم مفروم، وهقلب كده. وهحط له فلفل اسود وكمان ليمون. بس وهحطه في الحله، الحله سخنه جدا اصلا، وهبتدي اقلبه. بس وهقفل عليه لحد ما احس ان الصوص اللي جوه ده اتشرب شويه، فهبتدي احط له الزبده. الزبده وبعدين احط البصل وهحط كمان الثوم المفروم. احط بقى الليمون المعصفر كده زي ما هو. مع حبة من الكاري. الكركم ما بنكترش منه عشان بيدي مرارة كده للأكل. والبابريكا هنحط فلفل اسود وكمان ملح.